الصيني، الأركوبال، البايركس، الكريستال، الزجاجيات، حاجات النيش، كل الحاجات اللي خايفة عليها. تعالوا نشوف مع بعض ونتعرف ازاي ان شاء الله هنقلها لمحل سكني الجديد بشكل سليم وآمن. دي الكرتونة اللي كنت غلفتها الفيديو اللي فات، هنشوف مع بعض ازاي هنرص فيها الصيني بتاعي. هنا عندي ده صيني، قلت لكم برضو في فيديو قبل كده ان انا من الادوات اللي بستخدمها اما بستخدم اللي هو رول البابلز ده او بستخدم الاوراق، ممكن كمان استخدم نسيج يعني مشى مثلا قماش او اي حاجة. المفروض ان اي حاجة بستخدمها الغرض منها ان هي تمنع عملية الاحتكاك اللي بتحصل، ممكن تحصل بين قطع الصيني اثناء عملية الشيل والحط والنقل وكده. مهم ان انا كل ما كانت الكرتونة او الصندوق اللي هعبي فيه الصيني اصغر في الحجم كل ما كان ده افضل، يعني زي المثل اللي بيقول لا تضع البيض كله في مكان واحد. يعني كمان الماتيريال اللي هستخدمها سواء كان بابلز او ورق او حتى منسوجات مشا يعني، فالكرتونة كلها بستخدم فيها نفس الحاجة. يعني لو هستخدم في الكرتونة دي ورق يبقى كل اللي فيها ورق. خليني علشان البابلز مش دايما ممكن ان انا اوفره او احصل عليه، خليني اعبي كده الكرتونة دي بالورق، نغلفها بالورق. طبعا قطع الصين بتاعتي انا بنضفها، بشيل منها الاتربة، انا منضفاها طبعا على اساس بيسهل عليا لما بوصل ان شاء الله في امان الله يعني برص الحاجة مباشرة او برصها على طول، مش هتاخد مني وقت. بتأكد ان الحاجة مستريحة كده، ما تكونش مايلة، يعني يكون المكان واخدها بالشكل ده. وباجي بقى بين كل مثلا قطعة وقطعة بغطيها بالورق، او عايزة اقول لكم يعني بغلفها بالورق، ما تستكتروش الورق او كمية الورق اللي انا بحطها. حط ورق في كل حتة، ورق في الجناب، ورق في بين القطعة والقطعة نفسها، ورق كتير أأمن من اني انا اسيب لا قدر الله الحاجة ممكن ان هي تحتك ببعضها ولا قدر الله يحصل فيها خدوش كسور او اي حاجة. باجي بروح حاطة ادي مثلا طبق وارجع تاني اغلفه بالورق، كمان طبق وارجع تاني اغلفه بالورق، وهكذا بحيث ما يبقاش فيه، شوفوا ما يبقاش فيه يعني يبقى الطبق كله متغطي بالشكل ده بالورق، وبعمل الورق يعني كده عكس بعض على اساس برضو اضمن ان الحاجة ممكن ان هي ما تتحركش. هكمل كده شوية ونشوف برضو الفراغ ده، ما ينفعش ان هو يتساب كده، لازم برضو حملاه بحاجات بحيث ان برضو ساعة عملية النقل الحاجة ما تتحركش من هنا لهنا، وممكن برضو لا قدر الله ان هي تتخدش او يحصل فيها حاجة. هغلف الكوبايات بنفس الطريقة، الفناجين، فناجين الشاي والقهوة، برضو بجيب الفنجان كده وبلفه كويس جدا كده، وادخل الجزء ده جوه كده، تمام شايفين اهو، تغلف من كل حتة وحطه وانا مطمنة. انا هنا مثلا عندي البونبونيرة فيها قاع كده او فيها عنق كده فاضي زي ما انتوا شايفين، ما بسيبهوش فاضي كده، بجيب فنجان من الفناجين اللي هي المغلفة دي وبحطه فيها في الورقة بتاعتي برضو علشان ما يحصلش اي احتكاك، ما بسيبش اي فراغ فاضي، كل فراغ بستغله. انا هنا عبيت الكرتونة بتاعتي، تحسوا ان الورق اكتر من الصيني نفسه وهو المطلوب، يعني اهم حاجة ان شاء الله الحاجة توصل بالسلام. هبدأ دلوقتي ابرشمها من فوق بنفس الطريقة اللي برشمت بيها الكرتونة من تحت كده، وهاجي
هاجي بش كرتون طبعا. المفروض اصلا وانا بعبي الحاجه ببقى متاكده ان الحاجه دي انا مش هستعملها لحد فتره النقل، على اساس بس ما اجيش اعبي الحاجه وبعد كده اجي مثلا اقول اخ ده انا عايزه الطبق الفلاني او عايزه كذا. لا، الحاجات دي زي ما قلت لكم في الفيديوهات الاولانيه في التغيير، المهم فالاهم. هنا انا الحمد لله الكرتونه بتاعتي قفلتها خلاص. باجي بقى هنا بالقلم العريض دوت وبكتب بقى عليها هنا صيني قابل للكسر، على اساس اللي يجي يشيل يبقى عارف هو بيشيل ايه، يعني يحترس وهو بيشيل. بس كده، والله خير وحافظ.